وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من أبوظبي معالي السيد زكي نسيبة، وزير الدولة والمستشار الثقافي في وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية. في البداية نبارك لكم معالي الوزير باليوم الوطني الإماراتي. كما تعلم معالي الوزير بأن اليوم الوطني يجسد معاني وحدة الشعب والقيادة في الهدف والمصير أيضا، هل تحدثنا أكثر بهذا الخصوص؟ وحدة هذا اليوم هو يوم خاص في وجدان شعب الإمارات وفي وجدان كل من يسكن في هذه الدولة اللي هي منفتحة على جميع الجنسيات، التي ترحب بجميع الوافدين والوافدات للعمل معا للنمو للنهضة. وهذا اليوم يمثل لنا أيضا فرحتنا الغامرة مع شعب البحرين اللي هو جزء من هذه الوحدة، نشعر وكأننا نحن دائما في وحدة واحدة، ونعيش هذا اليوم لأننا نعيش إرث الآباء المؤسسين، إرث الشيخ زايد رحمه الله وغفر له، اللي قام مع إخوان الحكام الشيخ راشد وإخوان الحكام بإقامة هذه الدولة. فنحتفل اليوم بهذا الإرث الخالد الذي شكل لنا هذه الدولة النموذج في منطقتنا العربية. ثم نحتفل اليوم أيضا بهذا اليوم العظيم لأننا نحتفل بالإنجازات التي تحققت خلال هذه السنوات الماضية، 48 سنة الماضية اللي وصلت بنا اليوم إلى ما وصلت إليه الإمارات من تقدم ونمو وازدهار، تمكين المرأة، تمكين الشباب، يعني العمل على تمكين الشباب لكي يقوموا بدورهم في المستقبل. ونحتفل أيضا بهذا اليوم لأننا ننظر إلى المستقبل، كما ذكر الحكام أن ننظر إلى المستقبل بتفاؤل كبير أن يستمر مسيرة هذا الشعب العظيم نحو المزيد من النمو، نحو مئوية الإمارات التي قالت عنها القيادة الحكيمة أننا نريد أن نصل بها إلى المراتب الأولى من بين الدول. نعم معالي الوزير، هل لا حدثتنا عن الحراك الثقافي الذي تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة؟ جزء أساس من ما نراه اليوم من تقدم من نمو من ازدهار هو العمل على إقامة مجتمع المعرفة، يعني مجتمع المعرفة يقوم على الاستثمار الذي له أولوية مطلقة في التعليم والثقافة. وهذا مسيرة بدأت منذ الأيام الأولى، منذ مسيرة الأولى لشيخ زايد رحمه الله ومن إخوان الآباء المؤسسين. ولدينا نحن والحمد لله في دولة الإمارات نهضة ثقافية شاملة ترتكز إلى قاعدتين. القاعدة الأولى هي الحفاظ على الإرث الخالد لشعب الإمارات، الحفاظ على الأصول التي نتثبت بها من ديننا الحنيف وقيمنا التي تعبر عن التسامح والمحبة والانفتاح، والحفاظ على موروث هذه الأجيال المتعاقبة التي سكنت في هذه البلاد منذ آلاف السنين. ومن ثم بالإضافة إلى الحفاظ على هذا الموروث الثقافي، الانفتاح على حضارات العالم وثقافات العالم. ونحن وجدنا أن دولة الإمارات أصبحت وبحمد الله منبرا حافلا بالأحداث الثقافية من جميع الميادين، من الأعمال الفنون التشكيلية، من ناحية الموسيقى، من ناحية الحفاظ على الآثار والتنقيب عنها، من المسرح، من الشعر، الكتابة والترجمة. والحمد لله لأنه هذا هو مجتمع المعرفة التي تعول عليه الدولة في مسيرتها. نعم. شكرا لك من أبوظبي معالي السيد زكي نسيبة، وزير الدولة والمستشار الثقافي في وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية، شكرا جزيلا لك.